لن يكون أمامنا سوى اعتماد التسعير بالدولار الأمريكي حتى نستطيع الاستمرار من دون خسائر. هذا ما أعلنته رابطة أصحاب محطات المحروقات في بيان بعد اجتماع استثنائي عقدته. جاء ذلك بعد اضطرار وزارة الطاقة إصدار أمس واليوم جدولاً ثالثاً استثنائياً لأسعار المحروقات بعد التقلبات والارتفاعات الجنونية لسعر صرف الدولار في السوق السوداء. فوزارة الطاقة لم تعد تستطيع اللحاق باحتساب الأسعار الجديدة لصفيحة البنزين بحسب البيان. في وجع، في خسائر، صاحب المحطة على طول عم يخسر. لما نفس اليوم طلع الدولار لل 140، اشترى بال 140 ورجع نزل الدولار، يعني في صار لعب بهذا الموضوع. اليوم نحن ما بدنا ندفع الثمن، الدولار اليوم بيوجع الكل، الدولار عم ياكل الاخضر واليابس، اليوم اصحاب المحطات او الموزعين ما قادرين يتحملوا يبيعوا باللبناني ويشتروا دولار وصل لعتبة 140,000، ومصرف لبنان هو المتحكم بسعر الدولار وهو اللي عم يشتري الدولار وهو عم يضغط على الدولار، وبنتحمل مسؤولية كلامنا، خلص كفى، كفى انهيار للليرة اللبنانية. كفى غطرسة على البلد على المواطن. نحكي الأمور بكل وضوح، نحن منا رؤية، ما عم نقدر نعرف كيف بدنا نشتري، المواطن كذلك الأمر. نحن موضوع الدولار أكيد مثل ما صار بالسوبر ماركت بالدولار، نحن عم نقول شو سعر الدولار وبينقبض ثمن التانكي حسب سعر الصرف. هذا الموضوع بيقرره معالي وزير الطاقة، بتقرره الحكومة، نحن ما عندنا أي مشكلة. نحن عطينا فرصة لبكرة صباحا للساعة 9:30 في اجتماع بتجمع الشركات عند الأستاذ مارون الشماس لنأخذ الرأي المناسب. موعد الاجتماع كان الخميس لكنه تبدل وأصبح يوم غد في مقر تجمع الشركات المستوردة للنفط، حيث من المقرر صدور القرار النهائي والموحد بشأن التسعير. تكتم شديد حول التصور لآلية التسعير بالدولار من قبل أبو شقرة الذي رهن كل التفاصيل باجتماع الغد، رافداً الكشف عن احتمال اتخاذ أي خطوات تصعيدية في حال لم تتم الموافقة على مطلبهم، لا سيما أن وزير الطاقة كان رافضاً للموضوع. فهل يتبدل الموقف مع الارتفاع الجنوني لسعر الصرف واعتماد غالبية القطاعات آلية التسعير بالدولار؟ وبظل انخفاض أسعار النفط العالمية، هل نكون أمام تسعيرة مدولارة شبه ثابتة لصفيحة البنزين؟ إن الغد لنظيره قريب.